على مسرحية تياترو نويفو أبولو في مدريد وعلى مدار ليلتين متتاليتين صفق الجمهور الإسباني طويلاً لمغني الجاز سلفادور سوبرال. الفنان البرتغالي مستمر بتسجيل النجاح تلو الآخر منذ فوزه بمسابقة الأغنية الأوروبية أوروفيزيون عام 2017. أول فوز له كان تخطيه المرض بسبب ضعف في قلبه، خضع لعملية زرع قلب جديد، عملية تكللت بالنجاح فشكلت منعطفا غير حياته وحتى أسلوبه. أشعر أنني مختلف اليوم، طويت صفحة، شعري الطويل مرتبط بالماضي، اليوم أشعر أنني مفعم بالنشاط وخفيف. هنا في إسبانيا أشعر أن الجمهور الإسباني معجب بك كثيراً، فما هي ردة فعلك؟ أحبه أيضاً، أنا أحبهم أيضاً، فهذا الشعور متبادل رائع. أحب جميع المناطق الإسبانية، فلكل منها خاصيتها. مانو أمانو أو يد بيد هي أول أغنية من الألبوم الثاني لسلفادور سوبرال، كتبها صديقه الحميم عازف البيانو والملحن جوليو ريساندي. هذا الألبوم الثاني يصدر هذا العام. حقيقة لا أحب كثيراً التسجيل لأنني أفضل العزف الحي، أحب الحركة وما يحدث على المسرح. العمل في الاستوديو يرهقني لكنه ضروري، إنه يشبه بطاقة التعريف المهنية تقدم للمنتجين ومروجي الإعلانات. يجب أن تبيع التسجيلات. أنا متشوق لهذا المشروع وسنطلق الألبوم بعد شهرين. 2017 كان عاماً حافلاً لسوبرال. نجاحه الأوروبي تبعه استشفاء مدة أشهر عدة بعد عملية زراعة القلب، وذلك بعد العثور على واهب لهذا العضو الحيوي. ولم يبقى للفنان البرتغالي سوى اتباع حياة خاصة به. هناك طرق يجب اتباعها، لا يمكن الشفاء تماماً، لكن لحسن الحظ كل شيء جرى على أحسن حال. اليوم يمكنني أن ألعب كرة القدم والقيام بأشياء أخرى. هل يمكنك لعب كرة القدم؟ إنه أمر رائع حقاً. هل سجلت هدفاً؟ أحياناً أسجل، لكنني أفضل أن ألعب كمدافع. ألعب كمدافع فقط في كرة القدم وليس في الحياة. سلفادور يعرف بالإخلاص والاندفاع وبحبه لروح الدعابة. لم يقف يوماً على المسرح دون أن ينطق بنكتة أو اثنتين. يأمل سلفادور تعلم عزف البوق كي يتمكن من الغناء والعزف مثل نجمه شيت بيكر. حتى ذلك الوقت يكتفي بإسعاد الجمهور بإطلاق أنغام البوق من فمه. سلفادور سوبرال الذي يعيش الفن منذ طفولته متأثر بوالدته لويزا سوبرال. قدم أول ألبوم له عام 2016 بعنوان إكسكيوز مي. اليوم يقوم بجولة أوروبية طالت ألمانيا وبولندا وسويسرا إضافة للبرتغال وإسبانيا.